قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. دعاء يردده المصلون عقب الأذان طلبا للمقام المحمود الذي وعد به المولى عز وجل نبيه المصطفى. والمقام المحمود هو المقام الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريحهم ربهم مما هم فيه من كرب وشدة. ذكر القرطبي في تفسيره: اختلف في المقام المحمود على أربعة أقوال. الأول وهو أصحها الشفاعة للناس يوم القيامة، وقيل المقام المحمود إعطاؤه صلى الله عليه وسلم لواء الحمد يوم القيامة مكرمة له من الله عز وجل، كما في قوله تعالى: وكما في حديث الشفاعة الطويل المتفق على صحته في الصحيحين البخاري ومسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فكلهم يقول: اذهبوا إلى غيري إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول: أنا لها، فيخر ساجدا إلى أن يؤذن له بالشفاعة. وبهذا يظهر فضله على جميع الخلق واختصاصه بهذا المقام. إن لمحمد النبي الخاتم عليه أزكى صلاة وتسليم من ربه مقاما لم يؤته نبي ولا رسول من قبله. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فيأتونني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فمما ينبغي أن يحرص عليه المسلم السعي لنيل شفاعة النبي المصطفى، وأعظم السبل لتلك الغاية توحيد الله سبحانه حق التوحيد. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه.